السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة. دي المدرسة الجديدة بحي الأندلس، خلاص طلعوا بالأعمدة اهي، صب العادية ومسلحة والأعمدة وإن شاء الله الناس شغالين، وكل الناس كانت بتستفسر على المدرسة هتطلع هتشتغل امتى، المدرسة شغالين فيها بأقصى سرعة بحي الأندلس. تمام، زي ما انتوا شايفين كده، هذه مرحلة الأعمدة، لسه في سقف وأعمدة وسقف، والجزء التاني المبنى اللي هناك ده برضه شدوا فيه وهيطلعوا بالأعمدة أهي. فأبشروا إن شاء الله، ومتنسوش بقى عمل شير ولايك واشتراك في القناة عشان يجيلكوا كل ما هو جديد بخصوص حي الأندلس. دي المدرسة يا جماعة، شكرا.